بالنسبة للأثمنة ديال هاد العيد هذا راه لا إله إلا الله، حوالي جايين نص بليون ومدعومين ب 500 درهم ويبيعوهم لنا حنا ب 2700 درهم. في النظرة ديالي أنا نمشي نشريه من نص بليون ونجيبو، ولكن نخاف نجيبو من نص بليون ندخلو في الحوض ويقولوا لي ديوانية. وأنا هاد الحولي ما عرفتوش واش مسلم ولا مسيحي، هاد الحولي هذا عرفتو أنا واش مختن واش دايز، نسولو أهل العلم عاد نذبحو هاد الحولي هذا. الدرويش هاد العام راه غيحماق، راه بانت لي غتنوض الخطفه ديال كورونا عاوتاني. حضيو راسكم اموالي الكميوات اللي تبقاو تزيدوا على عباد الله في الاثمنه، غتنوض الخطفه عاوتاني ديال كورونا كثار من داكشي بلي غيتكاو على شي كميو كامل غيديوه. واش قط ما تيقولش تبع 3000 درهم وراه هادشي اخويا ما عمرناش شفناه. انا في عمري 43 عام هادشي هذا في حكومه اخ النوش ما عمرناش شفناه، اقسم بالله العلي العظيم. بان لي انا كون عفونا من هاد العيد هذا كما عفانا سيدنا الحسن الثاني الله يواليه برحمه الله، كون عفونا من هاد العيد هذا اقسم بالله، حيت الدرويش غيتعذب اقسم بالله العلي العظيم. باش ما يبيعوش لنا حنا القاطع ديالنا اللي راه في الاطلاس وراه في الاعشاب وداك الشيء الزوينه، يجيبوا لنا ديال السبليون حنا عرفنا شنو واكل وناكلوا البقر ديال البرازيل. دابا الله فرشهم في الكورنه ديال القنيطره، خرج شافوه الناس مباشره. واش ما عرفناش حنا داك البقر منين شنو المصدر ديالو شنو، ما هادشي راه لا اله الا الله. الشطاط في استعمال السلطه، التاسف والشطاط في استعمال السلطه، هادشي راه غير بعضياتهم لا فامي ديالو كذا، وهادي سير دخل كذا انا نصاوب ليك كذا، حولي مقيم عليك ب 600 درهم تبيعو ب 2700 درهم. واش كايس كل 400 درهم في الحولي، كل 500 درهم، كل 1000 درهم في الحولي، ولكن ما تستغلش الظروف هذه، راه سنه هذه، راه ما خصناش نديرو فيها التجاره وناكلوها. راه بنادم غياخذ هذاك الحولي راه سنه اضحيه لله، من استطاع اليه سبيلا. واخوتي المغاربه، لمن استطاع اليه سبيلا، راه هو الحج لمن استطاع اليه سبيلا، اللي ما عندوش ما يكلفش راسه. هادشي اللي كاين اخوتي. الغلا بزاف بالنسبه للسنوات اللي فاتت، وبالنسبه للقدره ديال المواطن كيف ما بغى يكون النوع ديالو، الله يكون في عوان. يا راجل يا امراه ارمله، يا كاين اللي عنده اليتامه، كاين اللي خدام غير بسميتو غير ب 3000 درهم في الشهر، واش غادي يعطي ديك 3000 درهم في الشهر؟ الموالي اللي حولي يبقى بلاش، تابعوا شحال ديال المسؤوليه، خصوص الارامل، خصوص الناس كاينين عاطله على العمل. بالنسبه للسوق هنايا الرواج القدره الشرائيه ما كايناش، الله يكون في العوان، راه الحركه واقفه هنايا. السوق عندنا اصلا الحركه راه واقفه. غادي نقول لك هذا العام الاثمنه ديال العيد طالعه بزاف، كنشوفوا باللي الناس اللي كيبيعوا الحواله وداك الشيء يعني كيشوفوا بنادم خدام وميسر شويه كيطلعوا عليه ثمن بزاف. بحال دابا كنشوفوا الاعوام الفايته كان العيد مثلا الحولي داير ب 60000 70، هذا العام داير ب 120 130000 ريال. يعني المواطن ما عنده كيفاش يدير يخلص هذه الاثمنه هذه، يعني هادشي غالي بزاف على المواطن، خصوصا المواطن الضعيف. يعني لقنا مثلا استاذ طبيب يقدر يشري، ولكن واحد مسكين خدام مثلا في سونتر دابير ولا شي حاجه يعني عاديه، الصالير ديالو 60000 ريال الشهر ولا 70، راه ما يقدرش يشري اثمنه غاليه. اما هما دابا دوك اللي كيبيعوا الحواله جمعوا المغاربه كاملين في خدمه واحده، يعني بنادم بحال نفس الثمن كيشد في الشهر. وهي لا دابا وليتي حولي مثلا صغير كيدير ب 40000 ريال، هادشي يعني صراحه هادشي ما خصوش يكون، وحتى الدوله خصها تلقى شي حل لهادشي صراحه. يعني دابا بنادم وليتي كتهضر معاه كيقول لك غلاء الاسعار، المازوط غلا، واش جاب الحولي المازوط؟ ما يعني هادشي ما خصوش يكون صراحه، وخاص يكون شي تدخل ديال الدوله باش يشوفوا الانسان الضعيف اللي يحتاج. الجمعيات كاين واحد من الجمعيات كيشريو العيد للمساكين، ولكن هذا العام القضيه غاليه بزاف، وبنادم الجمعيات عاوتاني ما يقدروش يتكلفوا بالمغاربه كاملين عاوتاني. لهذا كنبغيو شي تدخل من الدوله ومن الحكومه باش يشوفوا الانسان الضعيف على الاقل، اما الانسان الميسور اللي عنده خدمه زوينه وكذا يقدر يديباني راسه، يعني عنده ديك 60000 ريال 70000 ريال يشري حولي. نقول هذا النوع اللي كيبيعوا الحواله ديال الناس يتقوا الله اول حاجه، كتلقاه هو انا كنعرف شي وحدين كتلقاه معاك في الجامع كيصلي في الخطبه ديال الجمعه والفقيه كيهضر على هذا الشيء وكيتخشع معاه، وملي كيمشي كيبيع الحولي كيزندح بنادم بواحد الثمن اللي خيالي. يعني خصهم يتقوا الله، ويعني الحولي يعني كل ما قللتي الثمن راه تفرح اسره، تفرح اسره والدراري ولاد داك السيد لا يعيدوا يفرحوا، ماشي انك انت كتغلي عليه الثمن. دابا شحال من واحد راه ما شاريش العيد، كيمشي كيبغي يقلب كيقول لك لقيت الغلا. هذه هي المشكل، كنبغي نقول لهم يتقوا الله ويفرحوا بنادم شي حاجه بسيطه وصافي ونقصوا الاثمنه.